بسم الله الرحمن الرحيم. من دار الحديث في مفرق حبيش حرسها الله اليمن إب، يسرنا أن نقدم لكم هذه المادة والتي هي عبارة عن إجابة لسؤال لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله عن العادة السرية، حكمها وأضرارها وأسبابها والوقاية منها، فإليكم المادة المذكورة. يقول السائل: ما حكم العادة السرية؟ العادة السرية هي العادة السيئة، ما يفعله بعض الفساق. نعم، وهي عادة سيئة، سببها الأول جلساء السوء، وإلا فالشباب لا يعرفونها، ولكن الجلساء هم الذين يعطونه الفكرة. والعادة السرية هي الاستمناء حتى أنه لقبحها يعبر عنها بعض من يتكلم عنها بجلد عميرة أو بهذا المعنى، قريب من هذا اللفظ. نعم، فالشيء القبيح يستبشع. لاحظ عندما يذهب الإنسان لقضاء الحاجة كيف اللفظ المستبشع، مرة يقولون قضاء حاجة، مرة يقولون براز، مرة يقولون غائط، كل هذه ليست أسماء له، لأنه البراز معناه أنه يبرز يذهب بعيدا، الغائط يعني يذهب مكانا وضيعا يجلس فيه، كل هذا تحيل من الكلام المستبشع، مع أنه ليس بحرام لكن الكلمة المستبشعة. وقد جاء التحريم في كتاب الله عز وجل للعادة السرية، قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا النص الذي سمعتموه مكرر في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج، فالله يمدح المؤمنين الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ثم قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المعتدون على حدود الله عز وجل. بعض من يجهل اللغة العربية قال يعني فعلوا أمرا عاديا، عادون يعني أمر عادي، هذا جهل باللغة، لو كان كذلك فقال العاديون، لكن المراد أنهم اعتدوا على حدود الله عز وجل. والاعتداء على حدود الله عز وجل يعتبر معصية على حدها، قد يتعدى حدود الله ويصل إلى كبيرة أو صغيرة أو ما بين ذلك. هذه المعصية إلى جانب أنها محرمة بالشرع، فأضرارها الصحية وخيمة. يذكر بعض الأطباء أن أثرها على الجسد أن المرة الواحدة تعدل 12 مرة من الجماع العادي، بمعنى أنها تدك الجسد دكا. ولهذا من أدمن على العادة السرية يضعف عنده مخ الساقين والركبتين، تراه ربما تعطفت ركبه وهو يمشي، وتأتيه دوخة بحيث أنه يقوم فيشعر بدوخة، حتى ربما يضطر أن يجلس حتى لا يسقط.
ويحصل بارك الله فيكم ألم في الظهر وضعف في الذاكرة وضعف في النظر. جاءني ذات مرة شاب شكى إلي فرأيت فيه هذه الأعراض وهو يظن أن به مسا. قلت له تدرس في مدرسة مختلطة؟ خاف وفزع. قال نعم. أخذته بانفراده وتكلمت معه، قلت له أنت تأتي العادة السرية؟ قال نعم. قلت له هذا مرضه، ما عندك شيء، ما عندك إلا هذا. فلهذا بارك الله فيكم أضرارها الصحية خطيرة جدا، وربما سببت عنده سرعة في الإنزال ما بعد الزواج، سبب عنده سرعة في الإنزال مستقبليا. فلهذا ينبغي أن يتوقاها لأضرارها الشرعية والطبية. هذه العادة بارك الله فيكم كما سمعتم سببها جلساء السوء، هم الذين يعطونه الفكرة، وإلا ما عنده، ما من أين يأتي هذا هذه الفكرة، هو لا يدري أصلا، فيأتي جلساء السوء يعطونه الفكرة. نعم. كذلك من أسبابها مشاهدة التلفاز، مشاهدة التلفاز عندما يشاهد النساء المتبرجات في التلفاز وقصص غرامية وكلام سيء، ينتهي يبدأ ينام على الفراش يذاكر الدروس التي شاهدها من التلفاز، يراجع المعلومات كلها، فيثور عنده مثل هذا الشيء ويقع في العادة السرية. من أسباب ذلك أيضا الحفاظ على الصور السيئة، سواء في الجوال أو صور ورقية، صور سيئة يعني محرمة، نساء أو تبرج النساء أو غير ذلك، فحفاظه على الصور يؤدي به إلى الوقوع في العادة السرية. كذلك من جملتها الصور التي على الشامبو والصابون، يدخل إلى دورة المياه يغتسل وأمامه صور النساء متبرجات، وبعدها هم يريدون صورة دعاية، أحيانا يأتون بالمرأة وصدرها ورأسها عاري من نصف صدرها الأعلى عاد ورأسه، يقول انظر كيف ما شاء الله، كيف يعني بعد الترويش بهذا الشامبو، هذا الشامبو أصلي، هذه ترويشت بالشامبو، كيف تشوف، كيف ترى الشامبو جيد وشعرها يلمع وجسمها صافي نظيف، وهو شاب دخل الحمام يتروش وينظر إلى هذه الصور يحصل مثل هذا. وبعض الشباب خاصة في بيوت الترف يكون عنده حوض في الحمام للترويش يسده وعباه ماء، جلس يتسبح وجلس يدلك نفسه ويتغسل وكذا نصف ساعة ساعة، ويحصل عنده مثل هذا، عبث الشيطان به فيقع في العادة السرية، ادخل اغتسل واخرج، تفضل واخرج، لا داعي لكثرة الجلوس. كذلك المبيت الانفرادي، المبيت الانفرادي يسبب هذه الوساوس، يسبب هذا عندما يكون إنسان بانفراده يؤدي به إلى هذه التفاكير السيئة، ولكن يكون مع الآخرين هذا يعني يجعله ما يكون مستفردا به من قبل الشيطان. وتقارب الفرش أيضا حتى ولو بين الإخوة الأشقاء والأخوات، هذا مما يمنع منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قد تتكشف البنت أمام أخيها، قد يتكشف الأخ، الشيطان حريص، لا سيما بعد النظر إلى الأفلام السيئة، وسواء في التلفاز أو في الكمبيوتر أو في الجوالات مؤخرا
فإن هذا مما يسبب شرا عريضا والعياذ بالله. كذلك استماع الغنى، فإن مادة الغنى أساسها رجل يتغزل بامرأة وامرأة تتغزل برجل، فهو يسمع كلام عشق وغرام يتغزل بعضهم في بعض، فمثل هذا ينبغي أن يعلم أنه من أسباب انتشار الفاحشة، من أسباب انتشار الفاحشة سواء العادة السرية أو غير العادة السرية. وعلاج هذه العلاج من البلية هذه وهذه المعصية بضد ما تقدم، اترك التلفاز، اترك الحفاظ على الصور، اترك سماع الغنى، اترك الجلساء السيئين. نعم، وبضدها تتبين الأشياء. إضافة إلى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا هو الحل، الصوم مباشرة هو الحل. فهذا الذي تثور عنده الغريزة يعالج نفسه بالصيام. الصيام له أثر بالغ في تهدئة النفس. ويذكر العلماء أن الصيام حار فيحتر البدن، قالوا فكيف يكون يعني مانعا من ثوران الشهوة وهو يثيرها؟ فقالوا هذا في الأيام الأولى، لكن إذا واصلت الصيام هدأت. نعم، أحيانا الجسم عندما تمنع عنه الطعام تعطيه فرصة للإفراز، لإفراز الطاقات، تعطيه فرصة لإفراز الطاقات، فمن جملتها طاقة الغريزة والشهوة، فعندما تحبس عنه الطعام أعطيته فرصة للإفراز. فإذا استمر في الصيام أياما هدأ وورد، تنتهي المقاومة التي كان يقاوم بها في الأيام الأولى. كذلك عند أن تكون قد أشغلتك الوساوس، قم في الحال توضأ وصل ركعتين، ينتهي كل شيء، ينتهي كل شيء، وكأنك لم يحصل عندك أي هاجس ولا أي وسواس. ثقل عليك القيام إلى صلاة ركعتين، ادخل في الذكر، تشعر وأنت في البداية لو قلت سأقول أستغفر الله، أجلس أستغفر الله حتى يغلبني النوم أو أنسى هذه الوساوس. أرأيت عندما تتضارب أنت وشخص تمسكه يمسكك مدافعة؟ هكذا نفس الكلام، ففي البداية مدافعة، تذكر وتنسى وترجع للهاجس، وهكذا تشعر أن الهواجس تأتي بذهنك والاستغفار والتسبيح مثل مضاربة داخل. شد على نفسك، خذ في الذكر، الشيطان يخنس وأنت تطمئن إلى الذكر وقلبك يهدى ويبرد، يبدأ الشيطان يفكر كيف يرقدك. ما نفع الحل، المشكلة خلاص أنت انتهى الأمر، أنت وقفت أمامه، وقفت أمامه، بقي الحال، الحل كيف يأتيك بالنوم على طول، ما تدري إلا وأنت تنعس، لا عد عندك لا شهوة ولا ذكر لا ولا تسبيح، يريد يرقدك. نعم، فأخذ في الذكر وستجد الراحة بإذن الله عز وجل. فالذكر يعتبر حصنا حصينا من الشيطان الرجيم، كما في حديث يحيى بن زكريا عليه السلام عندما أمر قومه بذلك، وقال: مثل الذي يذكر الله كمثل رجل طلبه العدو فتحصن منهم بحصن منيع، أو كما قال، فلم يستطيع الوصول إليه،
فهكذا أنت إذا أخذت في ذكر الله عز وجل ذهب عنك ما تجد، ذهب عنك ما تجد. ومن العلاجات إذا كنت في سن الزواج فبادر إلى الزواج، الزواج نعمة وخير. لكن هذا الكلام الذي ذكرناه قبل لمن كان ما هو وقت الزواج عنده، إما لصغره والشيطان يلعب به وهو صغير، أو أن قدراته المادية لا تسمح له، فيعالج نفسه بالعلاجات الشرعية، يعالج نفسه بالعلاجات الشرعية. هل تستحضرون أسبابا للعادة السرية غير ما ذكرت، ووسائل للعلاج غير ما ذكرت؟ تشنج، سبحان الله، ما قد سمعتم بهذا. حصل عند بعض الناس قرأته أنه يسبب تشنجا في الأعصاب وفي الدماغ، أيضا يصاب بانفصام في الشخصية، يشعر وهو يخالط الناس أن عنده شيء عيب، يشعر أنه منكسر النفس أمام الناس، ما يستطيع أن يصارحهم بما في نفسه، شاعر بضعف. نعم، خير، بارك الله فيكم، ما ذكرنا فيه الخير، نسأل الله التوفيق والسداد. وهذا يكون بإذن الله من نصيحة لمن يقع في هذا، وتحذيرا لمن لم يقع من هذا. نعم، يصرف ذهنه في أشياء أخرى، أحسنت، مع ذكر الله عز وجل. إذا صرف ذهنه يعني ما يكون الشيطان يجرك وأنت بعده، أصرف ذهنك، فكر في أشياء ثانية، فكر في أشياء ثانية. ذكرته ضعف الذاكرة، ذكرته. نعم، أليش؟ أيه، أحيانا قد ينام على بطنه فيكون هذا من المثيرات، ينام يضطجع على شقه الأيمن حتى يكون بإذن الله على خير، ويجوز على الشق الأيسر. المهم أنه يعني ماذا يدفع عن نفسه المثيرات، حتى النوم على بطنه قد يثيره. قراءة الأذكار، أذكار النوم، أذكار الصباح، أذكار المساء، بقي أنه قد يثيره في غير وقت النوم، لكن هذا الذي عند النوم يشغل نفسه بقراءة الأذكار حتى ينتهي منها، وتكون إن شاء الله خاتمة لاستيقاظه. هذه مصيبة. نعم، عندما يفعل العادة السرية ثم يستحيي أن يغتسل، ليش تغتسل؟ إيش حصل؟ فربما صلى وهو جنب، والعياذ بالله. وعند قضاء العادة السرية كنت بتفكيري يؤدي إلى ولم يتم، نعوذ بالله. ذكروا هذا أيضا، ليش؟ العقم ما أدري، العقم يحتاج إلى نظر، ما أدري، سبحان الله. يعني من أين جاء هذا السبب وهو خروج مني؟ يا أخي الواحد يتزوج يظل يستنزف حتى يصير شيبة. خير إن شاء الله. طيب، إلهنا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.